لما تكون بتحب حد قول له انك بتحبه وفرحه. الكلمة هتفرق كتير. لما حد يكون وحشك قول له وحشتني لانها هتفرحه. لما حد يكون زعلان منه قول له انك زعلان منه وعاتبه لو بتحبه وباقي عليه. لما يكون نفسك تشوف حد ما تستناش وتقول هنتفق على وقت بعدين، انزل وشوفه وقعد معاه. لما يكون نفسك تحضن حد قوي احضنه واشبع منه ومن ريحته. لما يكون حد جالي عندك عرفه من كلامك وتصرفاتك معاه. لما تلاقي اي فرصة تقدر تنتهزها انك تسأل على حد، اسأل عنه وفرحه. احنا في ايدينا اللحظة بتاعت دلوقتي، ثم بين ايديكم الناس اللي بتحبوها. استغلوا الوقت ده وعبروا عن مشاعركم ناحيتهم. قبلوهم، احضنوهم، اسألوا عنهم، حاولوا على قد ما تقدروا تشبعوا منهم، لان الوقت ما بيرجعش ومحدش ضامن يعيش لبكرة. محدش ضامن ان اللي بنحبهم هيفضلوا موجودين مهما حصل. محدش ضامن النفس اللي بنتنفسه هيدخل تاني ولا لا. محدش عارف امتى هنتفارق. طول ما في ايديكم اللحظة عيشوها، علشان لما اللحظة تعدي هتندموا كتير. اصل الحياة قصيرة قوي. محدش عارف هتخلص امتى، وامتى اللي بنحبهم هيمشوا، وامتى انت شخصيا هتمشي. الحياة مش مستاهلة نزعل ونتخاصم ونتفارق ونتخانق. لو بتحب حد خليك معاه لله، وعيشوا التفاصيل والمشاهد للآخر. الحياة مش مستاهلة، اصل كده كده هتفارق، واللي فاضل في حياتنا مش كتير. فسيبوا حاجة حلوة بينكم وبين الناس علشان ما تندمش بعدين. حبوا بعض. تحياتي يحيى شاهين.